تنزل قال المدعو أبو الدحداح جوليبيب التحق بالجماعة الإرهابية عام 1994 بالقضائية. إحنا حبينا الفكرة نتاعنا الفكر المسلح والفكر الجهادي والعنف حبينا ننشروه للمجتمع الجزائري عبر هؤلاء. هذا دامر ديزاد ودهينا وعربي زيتوت اتفقنا كيف نطيحوا النظام هذا. هما يحرضوا الشبي صاريه امشي كنت وارد لي اللايف يحقق الشنيما لقوم هذا غير اللي سما لا كانت تحولت الى ثوره. احنا كنا نبازوا عليهم ثم باش يحرضوا الشباب الحراك يحرضوه. احنا كنا مع الاولى نقول لهم بلي سلميه ندعمهم بسلميه بس احنا حابين نخترقوهم باش تولي امر بالسلاح والجهاد. احنا سلميه ما نستعرفوش كاع بها تبداو يحرضوا كما يقول لك العصيان المدني. واش العصيان المدني؟ يعني هو العنف العصيان المدني. احنا عندنا عصيان مدني. العصيان المدني من بعد يولي مسلح كما بدات في سوريا واليمن وليبيا. والله راه حكاية في البداية دعمناهم بسلمية حيث مثلا وقت الذباب الالكتروني شهر ونص دعم قاسني كان سبونسوريزي وديبي في البداية سبونسوريزي بسلمية باش يديهم للفوضى ولا الارهاب الجنسي. هناك من بعد الحراك هذا دخل في العصيان المدني من بعد حب يولي كي سوريا حب يولي كي ليبيا ولا كولوبيا. ايوا واش راك تحوش انت يا ياك انت يا ارهابي انت اللي حبيت تديها للارهاب وعلاه تخاف باش تدخل؟ والله تلفت لي سي تدير وكذا التيرورست تي دي كرن ذا خصم يمانيس حقا ايش شنو راك انت يا ارهابي واش راك تدير فوق التجرة؟ لا ماشي واش راك تدير فوق التجرة واش راك تدير في التلفزه العموميه عيناني تشمر واش راك تدير في البرا؟ اه سي نورمال باسكو لي جورناليست راهم في الحبس. ايه وي